الله أعلم. أنا أريد أقتصر على هذا وأسمع منكم مشاركات، لو في أسئلة في شيء ممكن حتى لا أطيل عليكم. ها الشيخ؟ لا شيء. ها شيخ، بعض الدعاء يردون على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ما رأيكم في هذا الطريقة؟ يعني هذه طريقة ايش؟ انهم اذا صار في خلاف بينهم يرد هذا عن هذا وهذا عن هذا. انا اظن كنت تسأل عن طريقة التدريس. كل ترى عالم له طريقة في الدعوة، طريقة في التدريس. يعني ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا لا يستطيع يختصر، صح؟ أبدا ما يستطيع. أصر على أن يختصر، ما يستطيع، صح؟ ابن باز رحمه الله ما يستطيع يطول، دائما يختصر. الله، يوم كان الشيخ عندنا في جدة الدرس بعد صلاة العشاء، الدرس بعد صلاة العشاء، احنا صلينا العشاء في المسجد الحمد لله، حضرنا الدرس نصف ساعة وانتهى الدرس مع الأسئلة. خرجنا الشباب داخلين، قال وين الشيخ؟ ما جاء. قلنا الشيخ خلص روح. فكل عالم له طريقة. أكبر خلل وأكبر خطأ تعيب على العالم، لا. ولهذا تسمع أنه عند السلف كان مدرسة ابن عباس، مدرسة صحيح. فأنت لا تعيب، أعجبتك الطريقة خذ، ما أعجبتك الطريقة لا ترد، لأنه ممكن يوم من الأيام ترجع لهذه الطريقة وأنت لا تدري. فبعض الناس يقول يعني طريقة مثلا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد شرح كتب الستة وعلم الرجال ومتخصص في هذا، هذا فن. بعض الناس قال لا تروق لي هذه الطريقة، أريد طريقة مثلا فلان من الناس، الشيخ صالح العصيمي حفظ الله مثلا، طريقة الشيخ صالح العصيمي شرح مختصر للمتون، لماذا؟ حتى الطلاب يضبطوا ويعرفوا هذه الطريقة. هذه طريقة، هذه طريقة، ما عجبتك هذه الطريقة خذ، لكن لا ترد. يعني لا تجي تفلسف بالعربي وتقول والله هذه الطريقة ما من أنت يا أخي؟ هذه الطريقة سار عليها بعض السلف، وهذه الطريقة سار عليها بعض السلف، أنت من أنت حتى تصحح وتقول هذه الطريقة ما تصلح وكذا؟ لا، أعجبك الحمد لله، ما أعجبك لا تتكلم، خذ بالطريقة الثانية. يعني الآن الشيخ خالد مثلا قال أنا دخلت في جامعة كذا، ليش؟ قال والله هذه الجامعة سهلة لي، قريبة للبيت وكذا. هذا قال يا أخي الجامعة ذي ما تصلح، قال ما تصلح لك أنت، روح الجامعة الثانية. أنت بالخيار بين هذه الجامعة وبين هذه، هذه تعطي شهادة وهذه تعطي شهادة، هذا اركب لكزس الآن وهذا اركب كامري. عبد العزيز روح. صحيح، هو يريد هذا، خلاص ما لك علاقة أنت فيه، الله حسيبه على هذا. خليها هذا السؤال على كذا أحسن، خلي الأسئلة مكتوبة. ها إخوان أعطيني الأسئلة أنا. حول، نعم مو مشكلة، اقرأ عليك شيخنا. لا 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 هات بس أعطيني الأسئلة. تبدأ مسألة الدرب يا شيخ، تذكر الأحكام فيها مسألة الدرب. مسألة؟ أيوة. الذبح الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله هدي أضاحي عقيقة صدقات، وذبح جائز، هدي ذبح تذبح تأكل، تذبح جزار تبيع اللحوم، وذبح لغير الله محبة وتعظيمة شرك أكبر للجن لأصحاب القبور. تمام؟ ها؟ تمام. هذا واحد يقول ما هي الصعوبات؟ والله يا أخواننا ترى ما في صعوبات، صعوبات يعني ما في ذيك الصعوبات، ما في يعني ما في صعوبات، يعني يوقفوك في المطار 4 ساعات أمر طبيعي يعني. والله يوم هذا اللي يقول صعوبات، أنا أجيب عن هذا. أنا مسافر إلى موريتانيا نواكشوط، من أين؟ من المدينة، أركب 3 طيارات، مدينة جدة، جدة الدار البيضاء، دار البيضاء نواكشوط، هذه الرحلة. ما يوجد من المدينة دايركت أبدا، ولا من جدة يوجد دايركت، أعذروني على دايركت هذه مباشر. فالمهم إذا خرجت من بيتي أنا 24 ساعة حتى أصل إلى نواكشوط. ثاني يوم أكرمكم الله دخلت أنا إلى الحمام أغتسل، نزعت الملابس، أنا أتذكر أني فتحت الماء هذا الدش،
أتذكر هذا فقط، استيقظت وأنا مكسر طايح أكرمكم الله في الحمام. اسمع، وممكن الشيطان جاءني وقال أنت بطل ومضحي وكذا. في الطريق نمشي، حين مشينا إلى جدة غيرنا الطائرة الثانية إلى دار البيضاء. الدار البيضاء عندنا انتظار في المطار 6 ساعات، 6 ساعات بسيطة انتظار. المهم أنا جيت إلى المسجد. وين تذهب في الدار البيضاء في المطار؟ المسجد أحسن مكان. دخلت إلى المسجد، رأيت في المسجد إخوة باكستاني لابسين باكستاني لبس باكستاني. أنا عرفت الموضوع مباشرة، من يوم رأيتهم السلام عليكم جلست، عرفت الموضوع. فواحد منهم قال نحن أهل الدعوة. قلت أهلا وسهلا، أنا فهمت. قال نحن خرجنا في باكستان 3 أشهر والآن في نواكشط، يعني معي في الطائر الثاني، نخرج 4 أشهر. يضحكوا ومعهم فستق ومعهم كذا ويسولفوا ولا شيء، فهمت؟ أي نعم، وأنا أشوف نفسي بطل. فالمهم جاء النداء من الخطوط أننا الطائرة جاهزة، طائرتنا نتجه لبوابة 8. والله قمنا وجينا عند البوابة 8 واقفين. أنا أتكلم مع واحد واقف معي شنقيطي، أسأله عن موريتانيا كيف الأمور كذا. المهم ما فتحت البوابة، وقفنا تقريبا عند البوابة 1/2 ساعة وزيادة. فالموريتاني هذا يكلم الباكستانيين تبليغ، يقول لهم الصبر طيب. خرج واحد منهم وقال أصبر على إيش؟ أنا في سبيل الله، أنا أؤجر على قيامي، هذا قتلني يا رجل، هذا تبليغي والله صدق، فهمت؟ أي إذا كان هذا تبليغي وعلى هذا هو صابر محتسب. ابن الجوزي رحمه الله يقول جاءني الشيطان وقال لي أنت إمام وعالم وبحر وتعبت حتى وصلت إلى هذه المرتبة، يعني إيش ينفخ فيه. قال فقلت له يا خبيث ماذا صنعت؟ انظر إلى أرباب الدنيا، صح؟ لو تشوف اليوم، أنا كنت أكلمهم اليوم من يأتي صلاة الجمعة 7:00 صعب، لكن يذهب إلى العمل، العمال اللي يشتغل اليوم من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ولا تعب ولا شيء، والله صدق. قال انظر إلى أرباب الدنيا كيف يصنعه، وقال أنا معزز مكرم، يقول الشيخ وكذا. فهذا اللي يقول صعوبات، ما في صعوبات الله أعلم، أبدا لا يوجد صعوبات. غيره، وين كنا نتكلم؟ انتهينا منك الحمد لله. طيب لا 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 خليها، ما هي مشكلة. النواقض، نواقض الإسلام، ممكن أن نجمع النواقض في 4 أسباب: نواقض قولية، ونواقض فعلية، ونواقض اعتقادية، وناقض هو الشك. قول سب الرب، فعل السحر، تمام؟ اعتقاد اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام، شك في كفر اليهود والنصارى. كل النواقض تجتمع في هذا. ولهذا الأئمة الأربعة في كتب المذاهب والفقهاء يقولوا إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. طيب هذا انتهينا. أنت افتح لي الأسئلة وأنا. يقول أنا عمري 11 سنة، كيف أدعو إلى الله في مدرستي؟ والله أخواننا الصغار هذول قد يؤثروا في الكبار، صدق والله. وأعرف كثير من الصغار كانوا سبب في التزام آبائهم وأمهاتهم، التزام البيت كامل، صح؟ أي نعم. ويؤثر حتى في أصدقائه، حتى في زملائه. ممكن لو أسألكم الآن
هل أثر فيك أحد من زملائك تقول إن أنسى لن أنسى فلان، وأنا إن أنسى لن أنسى مدرس مثلا التفسير عندي؟ صحيح. فيها في واحد من الدكاترة يقول طلب مني إلقاء كلمة الصباح في المدرسة وأنا في الابتدائي صغير، فقالوا لي غدا تلقي الكلمة. يقول ذهبت إلى البيت وبدأت أكتب الكلمة ووضعتها في ورقة، والصباح الطوابير، أساتذة، الإدارة، المدير، بعض أولياء الأمور. يقول خرجت عندما وقفت ما استطعت أقف، ارتعش دموع، يعني يقول فتحت الورقة، يقول والله الورقة سوداء ما أرى منها شيء، ما استطعت أتكلم، ما أرى شيء. فقلت الحمد لله رب العالمين، حتى ما قال الحمد هكذا، قال الحمد لله رب العالمين. وقلت توقفت، الكل يضحك، يقول والله إن أنسى فلن أنسى. عندنا مدرس يقول سمين ممتلئ، يقول يضحك، وضع الغترة يقول على فيه، يقول إذا ببطني تضحك تهتز، اليوم الدراسي ضاع، الكل يضحك، كل ما يدخل مدرس عندنا الفصل يقول يضحك ويضحك الطلاب، وأنا ما استطعت أخرج، ماذا أصنع؟ أبكي. يقول حتى دخل الأستاذ مدرس الشريعة الأستاذ إبراهيم، عندما دخل ضحك الطلاب على العادة، قال لماذا تضحكوا؟ قال هذا فشلنا وهذا كذا وهذا ولد ما يعرف يلقي كلمة، قال هذا أحسن طالب في المدرسة، افتتح الخطبة بأول سورة الفاتحة وغدا بإذن الله يلقي الكلمة. يقول أنا الآن دكتور أتكلم في الإذاعات أخطب كذا، يقول والله ما أدعو لنفسي إلا وأدعو للأستاذ إبراهيم. إخواننا هذول الصغار أنت مربي الآن، لابد تربيهم. إخواننا تنظر بن عثيمين، من رباه؟ ها؟ بن سعدي. بن سعدي قالوا له من الشيخ تظن أن يكون بعدك؟ في كبار فطاحلة علماء كان عند الشيخ بن عثيمين، مثلا البسام وغيره، فقالوا من؟ قال هذا الصبي أبو البشت، من يوم هو صغير وبالبشت الشيخ، قال هذا الصبي بن عثيمين الله يغفر له ويرحمه. اي شوف عندك مثلا شيخ حافظ بن أحمد حكمي، علماء هذول، يعني السبب معلم، معلم سبب. أنا يوم طرد طالب عندي من الطلاب ما حفظ، في الفراغ عندنا طرد على طول، إما يحل ولا طرد، يحفظ كلمة واحدة أطردنا. المهم هذا طالب أفريقي وطردته أنا، وجاني بعد الدرس والله يبكي، بكاني والله، قال لي يا شيخ ترى أنا لو استقمت وتعلمت ترى في موازينك، ولو تطردني أضيع إلا إن شاء الله. قلت خلاص احفظ وتعلم. فالطلاب هذول النشأ لابد نهتم بهم يا إخواننا، الآن تعليمهم، الخطابة، الإلقاء، القرآن، كذا، إذاعة الصباح تقرب. والله عندنا مدرس أكرمك الله يربط هذا رباط أكرمكم الله الجزمة للطلاب، والله هذا شو يريد؟ ها؟ وجه الله، والله إذا شاف الطالب من طلابه يقبل الأستاذ، يقبل رأس الطالب، يقبل رأس الطالب مدرس، تظن هذا الطالب ينساه؟ ها؟ لا والله ما ينسى. أي نعم، يستطيع يدعو لله سبحانه وتعالى، يدعو حتى بهيئته، أيوة، بهيئته، بسلوكه، بأدبه. إخواننا صلاة الجماعة
خاصة نتكلم عن الدعاة وصلاة الجماعة. أنا في دورة من الدورات قالوا لي الشاهي أخضر أو أحمر؟ قلت لا الشاهي أخضر ولا أحمر. عمرك تشوف بن عثيمين أو الشيخ العباد جالس حفظه الله على الكرسي وحاط شاهي أحمر؟ عيب والله عيب. الشاهي والقهوة بعد الدرس. إيه نعم. وبعضهم قال لي أيضا مرة واحد قال متى الدرس؟ قلت بعد الصلاة. قال وين تصلي؟ تصلي في عندكم في المسجد. قال العادة يجينا بعض المشايخ يصلي في الفندق. قلت أنا لو أصلي في الفندق صليت عندي هناك في بيتنا. أنا أجي هنا أبغى أشوف كيف تصلوا. عندنا بعض الدعاة إذا خرج للدعوة ما يصلي بالناس. تعرف ليش؟ ما يصلي. قل أنت صلي. وين إمامكم؟ شيخ خالد تقدم صلي. قال ليه؟ قال أنا جئت أعلم. أنا عندما أصلي أنا لا أدري كيف هذا يصلي بكم. تقدم أنت وصلي. ممكن تقرأ الذين ولا تقرأ الذين، صح؟ أي نعم. فهذا يتقدم يصلي. أنا أرى كيف الصلاة، كيف البرنامج، إيش يصنع. أما أن أمر هكذا لا، ما يمكن. أو يكون مثلا الشيخ لا حافظ على الصلاة، أو الشيخ مثلا، يا أخواننا هذا أمر والله مهم جدا، ما يمكن أنه يأتي. وهذا صعب والله، صعب جدا أن يجي واحد يدرس يقول والدعوة إلى الله لها شروط خمسة. الأول نحفظ أنت أول، صح؟ ممكن يقرأ متن ويشرح، أما يقرأ لك كل شيء ويبغاك تحفظ، احفظ أنت أولا، تعلم أنت أولا، صحيح أم لا؟ قل شروط الدعوة خمسة: إخلاص، علم شرعي، حكمة، معرفة حال المدعو، الصبر. إي نعم. فهو ما يحفظ يبغاني أحفظ؟ ما يمكن أحفظ. فهذا أمر مهم جدا، أننا تكون أنت إذا خرجت قدوة للآخرين. هذه ورقة فاضية. يعني هو اللي يصلي يا شيخ؟ لا، هذا إمام، هناك إمام في بوركينا فاسو، أنا أجعل هذا الإمام يصلي حتى أعرف كيف هذا يصلي بالناس. وصح طبعا. طب ممكن أنا أصلي صلاة صلاتين، أما أتولى كل الصلوات كيف أعرف؟ مفهوم؟ ثم أخواننا أسهل طريقة عندنا في تعليم الناس، إذا سافرت أي مكان من يوم تركب مسلم يقول نعم، قل اقرأ الفاتحة. والله سهل جدا، صح؟ اقرأ الفاتحة، فاقرأ عليك الفاتحة نعمة تصحح له قراءة الفاتحة. يا أخي هذا اللي يدرس القراءات العشر، هذا اللي يدرس قراءات عشر ينتفع الناس منه أكثر ما يكون بالفاتحة. رؤيا أحد القراء الكبار بعد موته، قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال بماذا؟ لأنه كان طيلة الأسبوع يدرس طلاب الكبار قراءة عشر، قال بتعليم العجائز سورة الفاتحة يوم الجمعة، يوم الجمعة عنده إجازة ويعلم العجائز، غفر لي بهذا. يا أخواننا نريدكم تعلموا الناس مبادئ الدين. بس من علم الإمام أحمد لا إله إلا الله؟ إمام أهل السنة. من علمه لا إله إلا الله؟ كل أجور أحمد اللي علم أحمد لا إله الله. الشيخ الحذيفي، الشيخ السديس، اللي علم الشيخ الحذيفي الشيخ السديس حفظهم الله الفاتحة، كل أجور هؤلاء لمن؟